هو طبعا الحكام معذورين لان ضربات الجزاء واضحه وهم جنبها يحسبوها ازاي يعني يتقال ان هو شايف ضربه جزاء واضحه لا سمح الله ها للاهلي على فكره عايزين نعمل فقره زاويه في مثل هذا اليوم ايوه في كل مباراه الاهلي له ضربات جزاء لو تحتسب يا جماعه مش معقوله انتوا عايزين ايه من الدنيا يا اخوانا مش كده ما هو دي اخطاء فجه لا تقول لي اخطاء والحكم جنبها ويروح متضاير بقلطه كده وماشي والحكم الخامس قاعد يهرش وعامل نفسه مش شايف او يشاور لحد ايه اللي احنا فيه ده دي بقت حاجه ممله الحقيقه يعني كل ماتش نتكلم ونقول ادي ضربه ودي التانية طب خليها دي تحصل على الاهلي بقى كنا ما خلصناش من استوديوهات التحليل ها صحيح والاهلي يجامل رغم انه مش محتاج استوديوهات التمحيك مش التحليل هتلاقي استوديوهات بقت كلها ايه يا جماعه في ايه وبعدين تيجي تقول لي يا حاكم الاهلي والزمالك بتحكيم وطني وخليكم وطني ايه فين التحكيم الوطني ده وطن حبيب الوطن لما يبقى التحكيم على هذا المستوى في ماتش ما فيهوش مشاكل ماتش ما فيهوش مشاكل امال في الماتشات اللي فيها مشاكل تعملوا ايه يا جماعه احنا مش عايزين لا نهاجم ولا نضايق يعني انما الحاجات الواضحه كل ماتش احنا لو عملنا لكم شريط على ضربات الجزاء الواضحه اللي ما اتحسبتش الاهلي والغامضه اللي اتحسبت على النادي الاهلي انتوا نفسكم هتتضايقوا والله الحكام هيتضايقوا ما هو تاريخيا يا باشمهندس ده ثمن السكوت انت ساكت وده الوضع الطبيعي ليك كرياضي انه خلاص لكن انا مش احنا الحلقه اللي فاتت قارنا بين عدم احتساب الكابتن محمد حسام الله يرحمه هدف حسن شحاته وعدم احتساب الكابتن محمود عثمان هدف ربيع ياسين بس يا ولد بس يا ولد كابتن ربيع لغايه لما مات الكابتن محمود عثمان الهدف ده ضيع دوري والهدف ده ضيع دوري مقضية بس يا ولد وبعدين يجي يقول لك ايه الاداء يعني 1-0 بس 1-0 بس ايه بس طب ادوا الاهلي حقه كده شوفوا كان الارقام القياسيه اتكسرت امتى طيب ونشوف كمان في نايل سبورت